التأخير ده مش مفهومه كابتن اسلام بصراحه. يعني من بدري الدوله توقف في شهر اغسطس 30 يعني قدامنا شهرين مش عارفين في وقت يعني. حاجه غريبه جدا يعني دي مش مفهومه. ليه في ارتباطات منتخب اولمبي ومنتخب شباب منتخب اول واربع انديه بتشارك في بطولات دوري افريقيا لازم الحاجات دي كلها معروفه واضحه. ده واضحه جت قدوه كل الحاجات دي متسكنه واضحه والجدول السكن من بدري يعني حصل الكلام ان هيكون قرعه مفتوحه وسهله ومش متاحه يعني مش هيبقى في توجيه وبعد وده على فكره ده الافضل يا استاذ سامي ده الافضل طبعا. ايه سبب التاخير يعني حاجه تؤخذ على الرابطه انا شخصيا يعني سؤال يعني بيوجه للرابطه يعني تؤخذ على الرابطه ان هو عايزين رابطه انديه محترفه لازم يكون فكر احترافي طبعا الفكر الاحترافي لازم موجود على الترابيزه واحنا عندنا 7 مدربين اجانب دلوقتي غير المدربين الاجهزه الفنيه بالمنتخبات لازم يبقى عارفين هم بيشتغلوا ايه بيعملوا ايه عايزين نطور الكره المصريه يعني محتاجه تطوير حقيقي على الارض بعد الاخفاقات اللي حصلت كمان يا استاذ سامي بعد اذنك كابتن اسلام انه ده يفيد المنتخبات برضه طبعا يعني أكيد. انت في الاول وفي الاخر عايز مسابقه كويسه او محترمه لكن لما انت هتعمل هذا التنظيم الدقيق انت بتريح اللعيبه وبتنظم جهدهم تمهيدا لاشتراكهم بقى في المنتخبات الاولمبي والمنتخب الاول مثلا.